السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكورس ديال الانفورماتيك على الموقع www.exomaroc.com. اول موقع يتيح لك دراسة عن بعد والدارجة المغربية. كما وعدناكم في الدرس الفايت اننا غادي نديرو واحد الكونفيرتور، يعني تحويل من البينير لاي سيستيم بغينا، اوكتال ديسيمال هيكسو ديسيمال، او بمنطق اخر من الباز جوج الى البازات الى الباز 8 10 16. نبداو البارتي الاولى وهو واحد الكونفيرتور من نومبر دو بينير الى واحد نومبر دو اوكتال. باش نديرو هاد الكونفيرتور خاصنا نديرو واحد المراحل. اول مرحله اللي كنديرو كنكتبوها على شكل باز، يعني ان حنا بغينا نديرو واحد التحويل من البينير الاوكتال، كنرمزو له من الباز 2 للباز 8، يعني ان 8 كتساوي 2 اس حال. الى بغينا ان تكون هاد العمليه منطقيه خاصنا نديرو اس 3. هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه، لاش محتاجين هاد 3؟ هاد 3 كنقسمو بها هاد الشكل اللي عندنا في البينير. كنبداو من اخر رقم وكنقسمو 3 الارقام كما عندنا هنايا، عطاتنا 3 يعني نقسمو 3 الارقام 3 الارقام 3 الارقام 3 الارقام 3 الارقام. هذه هي المرحله الثانيه. دابا نشوفو المرحله الثالثه اشنو كندير. كنشدو كل اليمون اللي قسمناه هنايا وكنحسبوه بوحدو. نبداو بهاد واحد واحد واحد، نبداو بهاد الاليمون الاول. شوف شحال عطينا، واحد واحد واحد، شحال كيساوي؟ اش كنديرو؟ كنبداو من هاد البوان وكنرجعو هكا، يعني كنبداو من هاد الواحد الاولى كنضربوها في جوج اس صفر. الصفر حنا ماشيين طالعين، الصفر الواحد جوج، فهمتو؟ اما من هنا كنبداو من التالي ديال الرقم وحنا طالعين، واحد هنا واحد في جوج، واحد في جوج اس صفر، بلوس واحد في جوج اس واحد، اس واحد هنا ما طالعين صفر واحد، زائد واحد في جوج اس اثنان. شحال تساوي لنا؟ الى حسبنا جوج اس اثنان ايكال كات، كات فوا ان كات، كات بلوس دو هي سيس سبعة، يعني تعطينا سبعة، يعني ان هاد البارتي الاولى عطاتنا سبعة. نمشيو للبارتي الثانية كما كنلاحظو، اليمون الثاني واحد صفر واحد، كنبداو من التالي وحنا طالعين وكنرجعو هكا. أول حاجة كنبداو من هنا، واحد كما عندنا في الشكل، واحد فوا دو أس صفر كما درنا في الطريقة الأولى، بلوس صفر لأن قلنا نبداو من هنا لهنا، فوا جوج أس واحد، مزيان. بلوس واحد فوا جوج او كاري اس اثنان. شحال تساوي لنا؟ تعطينا هنا ربعة، ربعة هنا صفر، بلوس ان ايكال سانك، تعطينا سانك، يعني الإليمون الثاني عطانا سانك. نشوفو الإليمون الثالث شحال تعطينا، صفر واحد واحد، نبداو من هنا وحنا طالعين، نزربوها دابا، واحد تعطينا واحد في جوج او كاري اس صفر، بلوس واحد في جوج أس واحد، بلوس صفر في جوج أس أو كاري. عندنا هنا صفر جوج أو كاري هي دو، دو بلوس أن إيكال تخوا، يعني ضربة، يعني هادي تعطينا ضربة. ديغنييغ آخر إليمون صفر صفر واحد، نبداو من هنا وحنا طالعين، واحد في جوج أو صفر، بلوس صفر في جوج أس واحد، بلوس صفر في جوج او كاري. شحال تعطينا هنا؟ صفر صفر، وهنا ان، يعني ان الى بغينا اننا حنا دابا صافي سالينا، درنا كوفرتور ان نومبر بينير اون اوكتا. اتهز لي هاد الرقم تحطو لهنا، يعني تبدا من هنا من سبعة كما كنشوفو، سبعة خمسة ثلاثة واحد، يعني اننا حولنا الاوكتا، مزيان. سهل، يعني ان التحويل سهل، غير كنديرو المراحل ديالنا وكنخدمو. دابا نعطي واحد الاكزومبل، تصور البروف عطاك بحال هكا.
نشوفوا الحالات الخاصه باش نفهموا مزيان باش ما نخليو حتى حاجه. تصور البروف عطاك واحد واحد صفر واحد بحال هكا في البازدو يعني كتساوي اش كنقول اول مرحله كنشدو هذا كنحولوه للباص يعني كنديرو من 2 الى 8 يعني انه 8 ايغال باش تكون هذه المعادله صحيحه كنديرو اس 3 يعني اننا نقسموا هذا الشكل على 3 الارقام 3. كتلاحظ ان الى قسمنا هذا البارتي الاولى على 3 كنلاحظوا البارتي الثانيه ما كتعطيناش على 3. اشنو كنديرو كنزيدو جوج صفرات ديما كتزيد الصفر باش تكمل 3 3 صافي. كنبداو المرحله نتاعنا نبداو بالاولى 0 0 1 كنحولوها كما قلنا ان كنبداو من الواحد وحنا طالعين الاتجاه يعني واحد هنا هي البارتي الاولى فوا 2 0 بلس 0 فوا 2 1 بلس 0 فوا 2 هيك هنا 4 فوا 0 2 فوا 1 1 فوا 1 ايكال يعني عطاتنا يعني الإليمون الأول عطانا نمشيو الإليمون الثاني صفر صفر نمشيو هكا كيما هذا الطريقة هي الطريقة. خاصك بحال الما دابا صافي انك دابا بقا تخدمها نيت بوحدك بلا ما تسنى انك بقا دير هاد المراحل خاصك اون ديريكتومون تخدمها كيما كنلاحظو هنا 4 بلس 1 إيكال 5 إيكال 5 تقدروا ديروا كالكيل وتشوفوا واش النتائج صحيحه ولا لا يعني 15 وهذا ف الويت ف اكثر مزيان. دابا نشوفوا طون الكمبيوتر الثاني وهو من البينير للديسيمال. نشوفوا دابا من البينير للديسيمال البارتي الثانيه نحيو هذا البارتي ونمشيو بارتي الثانية دي سي مال مزيان. نفس المراحل اللي درنا في الأوكتال هي اللي غادي نديرو في الدي سي مال. نكتبو بعدا دي سي مال هنا دي سي مال مزيان. غادي نديرو المرحلة الأولى. قبل ما نديرو المرحلة الأولى ندير واحد إكزومبل باش نأبليكيو هاد الكونفيرتيغ من البينير لدي سي مال. ندير واحد بيتيت إكزومبل نديرو لواحد صفر واحد واحد هذا عندنا في الباز بينير جوج وخاصنا نحولوه في الباز ديسيمال 10 اللي عندنا. يعني قلنا اول مرحله اش كنديرو كنكتبو يعني اننا بغينا نحولو من الباز بينير لديسيمال يعني كنقولو ان 10 ايغال 2 اش شحال ما يمكنش لان اس 3 عطاتينا 8 8 عطاتينا 12 ما يمكنش العدد الصحيح طبيعي يكون اس هنا ما يمكنش انه يعطينا 10. اشنو كنديرو كنديرو واحد الطريقه اخرى ماشي طريقه اخرى كنشدو بلاص ما شدو ثلاثه الارقام الاربعه كنشدو الرقم كامل لانه ما يمكنش نحسبوه بديك الطريقه كنشدو الرقم كامل وكنبداو كما العاده كما في الطريقه الاولى كنبداو من النمبر الاخير الى الاول ايغا شحال 1 فوا 2 اس 0 كما العاده 1 فوا 2 اس 1 حنا طالعين 0 1 بلس 0 فوا 2 او كاري بلس 0 بلس 1 باردون 1 اللي عندنا هنايا فوا 2 اس 3 شحال كتساوي لنا الا شفنا هنا 1 1 بلس 2 ايغال 3 3 بلس 0 3 و 3 بلس 8 يعني 11 يعني انه غادي يعطينا 11 اون ديريكت 11 صافي اي فاسيل. دابا نشوفو الترانسفورماسيون الاخر لان صافي دابا فهمنا كيفاش الطريقه. هاد الطريقه الرقم اللي عطانا هو اللي كنحطو صافي ما كنقسموش واخا يكون 1000 رقم حط لي 1000 رقم وبدا لي من ديغني رقم اي بروميير رقم صافي بقات تمشي من اخر رقم الاول فرق فر طق 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 وجبد لنا الديسيمال سي فاسيل. دابا نشوفو ترانسفورماسيون نشوفو التحويل الاخير ما بين البينير و هيكزو ديسيمال. نكتبو هيكزو ديسيمال هنايا كما كنلاحظو غندير واحد بيتيت اكزومبل باش نفهمو مزيان. ندير واحد اكزومبل باش نابليكيو فيه هذا. ندير شي اكزومبل يكون شويه طويل باش يعطينا
باش يعطينا الارقام، لان قلنا اكزوديسيمال في ا و بي و سي وكذا. نزيدو نطولو، واحد نديرو واحد نزيدو واحد صفر صفر، هذا يعطينا رقم، وواحد نزيدو حتى هذا يعطينا رقم، واحد صفر صفر. مزيان عندنا في 16، يعني اننا بغينا نديرو له او ديف 2 في البينير، بغينا نحولو على 16. شحال انا نديرو؟ كما قلنا المرحله الاولى اش كنديرو؟ كنكتبوه اون باز، يعني جوج من 16، يعني اننا نديرو 16 ايغال جوج اوس. شحال ممكن دابا كنلاحظوا ان الاس ممكن اس 4، يعني غادي نهزو 4 4 4. يعني الا كان عندنا 3 هنا ولا 1 ولا شي حاجه كنكملوا بالصفرات. كما قلنا في ليكزومبل اللي فات كنشدو كل بارتي بوحدها ونحسبوها. نشدو هاد البارتي الاولى 0 1 1 0 وكنبداو من الاخر وكنبداو 0 فوا جوج او 0 بلس 1 فوا جوج او 1 plus 1 fois juge au carré plus 0 fois juge au 3. شحال تعطينا؟ كما كنلاحظوا هنا 0 وهنا 0، هنا 4، عندنا هنا 4 plus هنا 0 هنا 0 هنا 4 plus 2 ايغال 4 plus 2 ايغال 6، يعني 6، يعني هذا عطينا 6، يعني هذا الاول عطانا 6. نمشيو للبارتي الثانيه، عندنا 1 1 0 0. نبداو بديغنيي نومبر اي بروميير نومبر، عندنا الديرنيي صفر فوا جوج في ساعة. دابا هادشي خاصك منين صافي بس ان بس ان فوا جوج او كاري، ولكن في ليكزام شوية عليك زعما خاصك سهل بس تخوا ياك. إلا حطنا هادي كاع زيرو زيرو، عندنا واحد فوا كيكال كات كات بلس، عندنا هنا ديك تمنية ويت بلس كات، عندنا هي 12 12. واش يمكن نكتبو 12 في الهيكزوديسيمال؟ راه قلنا في البا في الدرس الفايت قلنا ان 12 عبارة على سي، لان ا 10 بي 11 و سي 12، يعني دي يعني او دي سي عفوا سي يعني سي. نمشيو ديغنيغ نومبر هنا عندنا هو واحد، نمشيو هاد النومبر هذا واحد صفر واحد صفر، يعني صفر فوا دو صفر بلس ان فوا دو بس ان بلس صفر فوا دو بس دو بلس ان فوا دو بس تخوا. كيما كنصحح ويت ويت بلس بلس دو ويت بلس دو ايكال عشرة، عشرة عندنا صفر هي عشرة. عشرة مكنكتبوهاش في الهيكزو ديسيما، كنكتبو عشرة شحال كتساوي لنا هي يعني مازال، يعني النمبر اللي عندنا 6 7. هذا هو حولناها ل هيكزو ديسيما. هاد البارتي ساليناها، نشوفو دابا البارتي الثانية. البارتي الثانية وهو اننا كنحولو ديسيما لاي اي سيستيم بغينا، نحولوه اوكتال بينير هيكزو ديسيما. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله.